خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبادات عمل الجوارح، والمقصود القلب. فإذا صحت العبادة وجاءت على وجهها، استنار القلب شيئا فشيئا. وحين يتوهج القلب بالإنارة ويتذوق ألوانا من النعيم والبهجة، تدفعه هذه المواجيد إلى مزيد من الإقبال على العبادات. لقد كان يتكلفها ابتداء، أما الآن فقد أصبح يتعشقها انتهاء. أسأل الله تعالى أن يذيق قلوبنا حلاوة طاعته ولذة الإقبال عليه. اللهم آمين يا رب. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. يا أكرم الأكرمين، نور الله صباحكم بالخير والبركة، ومتعكم بالصحة والعافية. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.